أهلا بك يا عزيزي المشاهد، معنا في حلقة اليوم وعندنا لقاء قصير الآن مع مدير المبيعات بإقليم الكويت السيد خلف المانع، وحديث قصير عن دور الخطوط الجوية الكويتية في ترويج السياحة داخل الكويت. أهلا بك، وطبعا السؤال طرحناه ودنا نعرف منك الإجابة. طبعا احنا بدينا دراساتنا في سنة 93. سنة 93 بدينا دراسات انه يبنى بعض الشركات المتخصصة في ترويج السياحة، ويبنى الشركات اللي هي اول شركات بدت في ترويج السياحة الى الخليج، الى منطقة الخليج العربي. والشركات هذه اعطتنا طبعا استشارات وشغلات انه أساس نبدي سياحة في إلى الكويت لازم نطبق أشياء. من الأشياء أنه لازم نبدي نطبق الفيزا السياحية، لازم يكون عندنا أسعار تشجيعية. الأسعار التشجيعية هي في نوعين من الأسعار، أسعار الفنادق وأسعار الطيران، وثلاثة الاشتراك في المعارض الخارجية، المعارض السياحية. يعني في أكثر من 20 معرض، ومنهم معارض مشهورة متخصصة في ترويج السياحة، معارض بس حق السياحة. فهذه الأشياء الثلاثة الأولية اللي بدينا فيها. أول ما بدينا طبعا بدينا من ألمانيا. ليش بدينا من ألمانيا؟ في هولونيا غارن شنو الدول اللي تصدر السياحة، أكبر دول في العالم تصدر السياحة، عندنا في ألمانيا واليابان وأمريكا. فإحنا أساس عندنا تشغيل إلى ألمانيا، أمريكا عندنا تشغيل، اليابان ما عندنا تشغيل، بس ألمانيا أقرب شيء من هالدول الثلاث. فبدأنا نجيب شركات ألمانية متخصصة في ترويج السياحة أساس يساعدونا أن نطبق أو أن نبدي برامج سياحية أو نحط الكويت في الخريطة السياحية في أوروبا. بدأنا بالترتيب طبعا مع الأخ سعد السفير عبد العزيز الشارخ في ألمانيا أن نبدي الفيزا، نبدي الفيزا السياحية. وطبعا هو بدوره رتب مع المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية إصدار الفيزا السياحية من ألمانيا. وحاليا في بعض الجروبات صغيرة تبدي تي في شهر 6. طبعا أكثر الجروبات اللي يو الكويت شفنا منهم أشياء وايد استانسوا منها في دولة الكويت، منها الأسعار الشوبينج عندنا هنا في الكويت مقارنة في الشوبينج في ألمانيا، الذهب عندنا هنا في الكويت، البرامج السياحية اللي حطيناها لهم اللي هي مثل زيارة متحف طارق رجب، زيارة المتحف الوطني، زيارة يوم البحار، زيارة سوق السمك، سوق الحريم، زيارة سوق الغربلي، زيارة الأشياء القديمة، أشياء تاريخية في الكويت. فهذه تجذبهم أكثر من الأسواق الجديدة. لقينا طبعا أكثر السواح اللي زاروا دولة الكويت يقعدون إلى 3 أو 4 أيام، ماكسيمم خلينا نقول 5 أيام إلى أسبوع. أكثرهم ما توقعوا إنه يشوفون الكويت كذي. وأكثر شيء جذبهم في الكويت هي إن عندنا هني في الكويت إذا جروب وصل أو إذا ركاب أوروبيين وصلوا يختلطون بالشعب الكويتي، اللي هي مو كل مكان في العالم لما تسافر تقدر تختلط مع أهل البلد، يروحون دواوين. يعني أكثر من جروب عملنا لهم برامج إنه يزورون دواوين داخل الكويت، أشياء تعتبر عندهم أشياء غريبة، ترحيب الشعب الكويتي فيهم، ترحيب الأخوان فيهم، فهذا شيء يعتبر من الأشياء الغريبة عندهم. أعزائي المشاهدين، باسمكم رحب بالسيدة كارين مشرفة الجروبات داخل الكويت. Nice to meet you, Ms. Karen. In our program, Flash 96. Nice to meet you too. It's a pleasure being here. Ms. Karen, when did you start this job as a tour guide? I started 3 years ago in UAE, in Sharjah. I'm working for Orient Tours and we have offices all over the Gulf. And since September, I am here in Kuwait. Where do you usually take the tourists? The tourists that come here basically stay 3 to 4 days, so that gives them a good show around in Kuwait. We start in Ahmadi, we show them the oil fields. Soon there will be an oil museum opening in KOC. We go to Fahil, there is a sheep and meat market. We go to the souks in the city, the date souk, the souk al-harim, the gold souk. Diwaniyat. Yes, to the Diwaniya we go as well, to the Kuwait Towers of course. Yep. The Sadhu House, the museum, the Tariq Rajab Museum, the National Museum, and just basically drive around in Kuwait and That's see the beautiful. City.
What impression the tourists have about Kuwait? All of the tourists are very, very happy when they come to Kuwait because everybody heard about Kuwait from the invasion and now they want to see themselves what is this little land that we all know so much about. So they come here and they're very impressed that it is actually such a beautiful big city, and most of all what they like here is the hospitality of the people. They walk around, they meet Kuwaiti people who are very friendly, talk to them, invite them sometimes for coffee, and are just curious when they see foreigners. And this is what is the special effect here in Kuwait, that you really meet local people. If you go somewhere else in the Gulf, you get to see the country, there are beautiful sights, but you don't meet the people. And here you get in touch with the living culture, you get to meet the people. Nice to meet you, and thank you. Thank you very much.